طيب أستاذ أحمد، يعني حضرتك ترى بأن إعلان تركيا نيتها عن إنشاء لجنة لمتابعة الأقليات المسلمة والدفاع عنها يذكر حضرتك بالخلافة الإسلامية التي كانت تتواجد في إسطنبول، هل ترى بأن تركيا قادرة على إعادة أمجاد الأمة الإسلامية من جديد في هذا العصر الذي يمر به العالم الإسلامي بصعوبات جمة؟ طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى يرسل شعاع من نور من أمل لكي لا ييأس الناس. بفضل الله سبحانه وتعالى المؤمن لا ييأس أبدا، لكن ربنا يعلم أن في هذه الأمة ضعاف النفوس، قليل الصبر، فربنا سبحانه وتعالى يرسل تلك المبشرات. نعم هناك تحديات للقيادة التركية والحكومة التركية، الآن نشاهدها حرب عالمية يريدون تدميرهم اقتصاديا وسياسيا، يريدون اغتيال ذلك الرئيس ومحاولات عدة. يعني كنت أسمع لتقرير أن الرئيس طيب أردوغان تعرض لأكثر من 10 مرات للاغتيال لكن الله سبحانه وتعالى حفظه، تعرض للانقلاب ولكن الله سبحانه وتعالى حفظه. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون تلك النوايا الحسنة التي يكنها لهذه الأمة المستضعفة تكون سبب في نجاته، فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم جميعا. آمين. وأن يعينهم على أمر دينهم ودنياهم.